السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات، إبراهيم يحييكم. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نستغل خاصيتين أو ميزتين موجودتين في تطبيقين نستعملهما كثيرا في حياتنا اليومية. التطبيق الأول وهو التطبيق قارئ الشاشة الجيشيو، والتطبيق الثاني هو لوحة المفاتيح جوجل. الخاصيتين الموجودتين في هذا التطبيقين هي خاصية الترجمة، والمزج بينهما يعطينا خليطا رائعا وهو الترجمة الفورية من وإلى كل اللغات الأجنبية، يعني من اليوم فصاعدا لا حجة لنا في عدم فهم أي لغة ما، يعني نقدر ندخل إلى أي موقع أو نتصل بأي شخص في أي مكان في العالم تقريبا، أقول تقريبا يعني في حدود النسبة. المهم أننا نستطيع أننا نفهمه وهو يفهمنا. راح نبدأ على بركة الله. التطبيق الأول راح نديره الإعدادات وهو تطبيق الجيشيو. راح نثبت إعدادات الترجمة. أولا نروح إلى إعدادات التطبيق أو باغاميتر تطبيقاسيون، وذلك بالسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليمين. نروح باغاميتر تطبيقاسيون إعدادات التطبيق جيشيو. راح نروح إلى باغاميتر أفونسي أو الإعدادات المتقدمة. Paramètres des notifs, paramètres avancés, plus jeun, paramètres avancés, paramètres avancés, parcourir vers le haut bout, paramètres avancés, assistant vocal et traduction. Nous allons au premier ensemble, qui est le moussaïd sauti et le tarjama. Nous allons y aller. Assistant vocal et traduction. Nous allons à la gaiet langue cible ou langue de la source. Assistant langue moteur commande capable copier et auto langue source. Langue source. Afouane. Langue de la source. هنا راح نحدد اوتو لونغ سورس، يعني آليا اوتو كوشي، يعني راح يجيب لنا من اي لغه تكون راح يجيب لنا الترجمه منها الى لغه المترجم اليها. دونك نروح اسيستون فوكال لونغ سيبل، هذه هي لونغ سيبل يعني اللغه المختاره. لونغ سيبل هنا كل واحد يحدد اللغه اللي يفهمها. مثلا اذا كنت نفهم العربيه راح نحدد العربيه، إذا كنت نفهم الفرنسية راح نحدد الفرنسية، إذا كانت الإنجليزية نحدد الإنجليزية إلى آخره. في حالتي أنا راح نحدد العربية. عرب كوشي. عرب كوشي. راهي كوشي. نخرج من. assistant vocal et traduction. نروح. paramètres avancés. دركا إلى طريقة تحديد إيماءة الترجمة. نروح إلى paramètres. parcourir autres paramètres des menus. minuteur et horloge parlante. JVO. paramètres de synthèse vocale. paramètres généraux. هذه هي الإعدادات العامة. ندخلوا فيها. JVO. نروحوا إلى العنصر ما قبل الأخير. personnalise. utiliser les gestes personnalisés. case à cocher. cocher. هذه لازم تكون محددة. يعني استعمال الإيماءات المخصصة. هذه لازم تكون محددة. ثم نروحوا إلى personnaliser les gestes أو تحديد الإيماءات. personnaliser les gestes. هنا راح ندخلوا هنايا. personnaliser. هنا كل واحد يدير الإيماءة اللي يحبها. مثلا عندنا الإيماءات السحب من اليمين إلى اليسار ثم الأعلى، وعندنا العكس من اليسار إلى اليمين ثم الأعلى، عندنا من اليمين من اليسار إلى اليمين ثم الأسفل، عندنا من الأسفل إلى الأعلى ثم اليسار. كلها إيماءات نقدروا نخصصوهم. أنا حددت إيماءة السحب من اليمين اليسار ثم الأعلى. راح نشوفوا طريقة تخصيص الإيماءة. balayage vers la droite par défaut. balayage vers la gauche puis balayage vers la droite puis vers la balayage vers la gauche puis vers la droite. par balayage vers la droite puis balayage vers le haut puis vers le bas. balayage vers le bas puis vers le haut. balayage vers la gauche puis vers le balayage vers la gauche puis vers le haut. fonction traduire. هذه هي أنا حددتها لكن راح نعاودها معكم. وذلك بالضغطتين. balayage vers la gauche puis vers le haut. هذه درتها كمثال، كل واحد حر. annule les boutons. نسحبوا من اليمين اليسار. fonction non cochée. نديروا fonction. cochée fonction. ثم هنايا راح نسحبوا الى غايه ما نسمع تخادمير. menu type tips navigue mode element premier
balayage mal fait défait diminuer augmente titre suivi lien suivi bouton précédent bouton diminuer le augmenter l'heure actuelle minute ma position écran virtuel reconnaissance description traduire هذه هي نديرو تخطيطين بيرسوناليزي هكذا رانا حددنا باش نكملوا التحديد لازم علينا نديرو سورتي او خروج ليسجل التعديلات سورتي بوتون هنايا جايه في الاعلى الى اليسار لون انريجستري انريجستري كما سمعتوا هي سجل درك نروحوا الى تجربه هذه يعني نجربوا الاماء اللي درناها مثلا نروحوا هنا نافيغاسيون نافيغاسيون نديروا الاماء التنقل غاليري خليها كيما راهي ما عطاش ترجمه بارامتر اعدادات مثلا هادو كامثله Page 2, 14 applications. Nous allons à la langue anglaise. Privé. Chat text to speech catalogue blind tel project. هذه راهي بالانجليزيه. نشوفوا الترجمه تاعها. نص الى خطاب كتالوج مشروع مساعده المكفوفين. نص الى خطاب. هو ما نطقتهاش مليح مي المفهوم تاعها نص الى خطاب يعني text to speech هذيك هي نص الى كلام او الى خطاب. راح نشوفوا دركا المزج بين الخاصيتين درك شفنا خاصية في الجيشيو راح نشوفو مع لوحة مفاتيح جوجل يعني راح ندخل في محادثة بعدة لغات أجنبية مع الشخص ما ونشوفو نحاولو نفهمو واش راه يكتب لي 114 nom de lieu de communication dossier communication ou un nom de lieu de messager نروحو messager messager مثلا عندي محادثة هنايا نشوفو الاخ واش كتب لنا جيسبر كو تي فا بيان جيسبر كو تي فا بيان نديرو الترجمه اتمنى ان تكون بخير نزيدو vous avez redouvrir le menu du profil are you okay are you okay نشوفو الترجمه هل انت بخير هل انت بخير هذه بالانجليزيه نزيدو نسحبو ouvrir le menu du profil quand avant هذه لا اعلم اي لغه نديرو الترجمه مساء الخير مساء الخير هادوم كلهم لغات التاسعة وثلاثة appuyez de ouvrir le menu du profil Pionazra Spero Tustia Bene هادي الله أعلم بالإسبانية أو الإيطالية مساء الخير أتمنى أن تكون بخير درك درنا طريقة استعمال إيماء الترجمة عن طريق الجيشيو يعني الأخ من الجهة المقابلة تحدثنا بعدة لغات وقدرنا نفهمه واش راه يكتب لنا دوك نديرو العكس يعني انا راح نكتب بالكتابة العادية باللغة العربية او الفرنسية ونشوفو الترجمة الى اللغات الاخرى نروحو الى حق الكتابة زون دو تكست هنا حق الكتابة نديرو تقطتين افيشاج دو كلافيي فرونسي فرانس ازيرتي هنا راح نغيرو اللغة اسباس لانك سويفانت جاري نظهر لوحة مفاتيح العربية الجزائر العربية اولا نروح الى اعدادات اخرى الاعدادات choisir une photo الاعدادات المزيد من المزايا المزيد من المزايا تم فتح المزيد من المزايا المزيد من المزايا الموجوده فوق حرف تقريب الصاد احنا راح نروح عن طريق التلمس الى غايه الترجمه تعديل وضع تصف ترجمة مشاركة ترجمة تم إغلاق المزيد من المزايا جاري إظهار لوحة مفاتيح العربية الجزائر العربية نسحبو prendre une photo bouton open more prendre choisir une enregistrer zone de texte emoji bouton j'aime bouton retour bouton appel audio discussion vidéo des zones de texte édition عين تاء نون ميم ميم يا سين مس ألف تاء ألف مس اللغة فاصلة همزة سرا المساحة سرا نون تاء ألف ألف لام ال خاء إلى آخر ياء الخي ألف مقصورة تاء مربوط الراء بيونا نوت هنا كتبنا مساء الخير نديرو إرسال retour بوتون appel envoyer بوتون جاري إظهار vous avez envoyé بيونا نوت بيونا نوت واش من اللغة هادي choisir une photo بوتون مساء الخير English English أنقر لتوسيع قائمة مساء الخير مساء الخير English هذه التعارف التلقائي j'aime bouton التعارف التلقائي على اللغة
مساء الخير. زون دو تكست اديسيون. بيونا نوت. منو داكسيون. اه زون دو تكست اديسيون. بيونا نوت. بيونا نوت ديرو الترجمة. تصبح على خير. او قال تصبح على خير ما قاليش بمساء الخير. نروحو نديرو لغة واحدة اخرى. انجليش. يرجى اختيار اللغة المستهدفة. اللغة المستهدفة مثلا إيطالية. بوتون راديو كوشي. كانت بالإيطالية. نديرو مثلا الفرنسيات. بوتون راديو نون كوشي. بونسوار. عطانا مساء الخير بالفرنسية بونسوار. نزيدو نبدلو اللغة. بونسوار زون دو تكست اديسيون. مثلا مساء الخير. اللغة الهدف الحالية للترجمة هي الفرنسية. الفرنسية كانت الإيطالية درك الفرنسية. يرجى اختيار اللغة المستهدفة. يرجى اختيار اللغة الإيطالية. بوتون راديو إنجليزية. بوتون راديو نون كوشي. نديرو إنجليزية. غود نايت. أو قالنا غود نايت. نزيدو نغيرو. اللغة الهدف الحالية. يرجى اختيار اللغة المستهدفة. يرجى اختيار الإنجليزية. الفرنسيات. الإيطالية. بوتون راديو العربيات. بوتون راديو الإسبانية. بوتون راديو نون كوشي. نشوفو الإسبانية. بوناتارد. بيناتارد. نديرو الترجمة. مساء الخير. مساء الخير. نزيدو نغيرو. اللغة الهدف الحالية. يرجى اختيار اللغة. يرجى الإنجليزية. الفرنسية. الأذربيجانية. الأرمنية. الأذربيجانية. بوتون راديو نون كوشي. الأذربيجانية. نديرو ضغط. جيكنيس كزيير. إلا فهمتو أنا ما فهمتش نعاودو لها. جيكنيس كزيير زون دو تكست إيديسيون. نزيدو نغيرو اللغة. جيكنيس كزيير. القارة. يرجى اختيار اللغة المستهدفة. الفرنسيات. الإيطالية. الأرمينية. بوتون راديو نون كوشي. الأرمينية. زون دو تكست إيديسيون. زون دو تكست إيديسيون. الله أعلم كتبها وما قدرش يقراها. اللغة الهدف الحالية للترجمة هي الأرمينية. كولابس إنبوت بوتون. مساء الخير. زون دو تكست إيديسيون. مساء الخير. زون دو تكست كولابس. القارة لتوسيع. يرجى اختيار اللغة المستهدفة. الإسبرانتو. الإفريقانية. بوتون. الألبانية. الألمانية. نون كوشي. مثلا. بوتون أبان. Gutan avant zone de texte et édition. مثلا, Étoile a dit Gracia Titan Bien. مثلا, أجبني. Gracia Titan Bien. نديرو الترجمة. شكرا لك أيضا. فوالا. المهم هذه هي طريقة مزج عدة لغات بعضها ببعض. مثلا راح نرسلو هذه بالألمانية. Envoyez bouton. جاري نظهر. Vous avez envoyé Gutan avant. مثلا هذه بالألمانية. مساء الخير. Gutan avant. مثلا نكتب له لام لا قاف لق الفاء دال فاء انتوني حذف الكو دال لقد إشاب ألف مقصود لقد كاد دال حذف إشاب المساحة إشاب نون تاء تاء ميم تم أز المساحة أزيست فرتي ألف ألف لام ال الأد د همزة فوق الراء الد سين الدرس المساحة لام باء باء مي كاف مي نون بن جيم بنج لام ألف بنج حاء بنجاح تاء مربوط بنجاحة ديليكسيون لوير دير فول دريش اب جيس لوس حذف ديليكسيون لوير دير فول دريش اب جيس لوسان المساحة ديليكسيون لوير دير فول دريش اب جيس لوسان مثلا راني كتبت لقد تم الدرس بنجاح نشوفو نغيرو اللغة Direction lourde. Des... اللغة الهدف. يرجى اختيار اللغة الإسبرانتو. بوتون راديو نون كوشي. الأمهرية. بوتون راديو. الإندونيسية. بوتون راديو نون كوشي. بلا جارانتو لا برازيل ديز لو زيكان. مثلا كي تكون تتحدث مع واحد في اندونيسيا دير اندونيسيا. ايموجي بوتون. انفويي بوتون. دير انفويي. جاري نظهر. Vous avez envoyé بلا جارانتو لا برازيل ديز لو زيكان. انا ما فهمتهاش ولكن كي ندير الترجمه بلا جارونت لا برازيل ديز لو زيكان فوالا انا ما فهمتهاش كي ندير الترجمه الدروس تم اكمالها بنجاح فوالا تم اكمال الدرس بنجاح هذا هو الملخص يعني كي تكون في محادثه ما اذا ارسل لك الشخص من الجهه الاخرى راح دير اما الترجمه واذا كنت انت حبيت ترسل الى الشخص المقابل راح تخير اللغة اللي راه يتحدث بها سواء الفرنسية الإيطالية الأسبانية الألمانية وتكتب عن طريق الكلافي أو لوحة الميكروفون. بلا جارونت لا برازيل ديز لو زيكان. إتوال دي موي بيان. عن طريق واش قالت لنا هنا؟ موي بيان. موافق. موافق. سي بون. هكذا إن شاء الله الملخص كما قلت لكم.
إذا جاتكم محادثة من الجهة المقابلة أو كان عندك صفحة في الإيميل أو في الفيسبوك أو في النافيغاتور أو أي مكان ما بلغة لا تفهمها، عليك بوضع الإيماءة. أما إذا أنت كنت في محادثة، راح تخير لغة الشخص اللي راك تتحادث معه ودير الترجمة وتكتب له أنت اللغة اللي تفهمها، مثلا الفرنسية والعربية والإنجليزية، وهو تخرج له بلغته الأصلية. إن شاء الله نكون وفقت في هذا الدرس، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم.